بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أحبائي التلاميذ، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، وأجدد ترحابي بكم في هذا الفيديو الذي سوف نخصصه لدعم وتقويم الوحدة السادسة في مادة التربية الإسلامية للمستوى الثالث ابتدائي. إذن أحبائي، سوف أكلفكم بواجب سوف تقومون بإنجازه على دفاتركم، وهذا الواجب الذي هو عبارة عن درس موجود في الكتاب المدرسي الصفحة 77. إذن على بركة الله أبدأ بقراءة الوضعية لكي نتعرف على ما هو مطلوب منا. إذن الوضعية التقويمية هي كالتالي: طلبت مني أستاذتي تقديم ما استفدته من مادة التربية الإسلامية في عرض شفوي للمشاركة به في حفل نهاية السنة. إذن الوضعية التقويمية هنا تخبرنا بأن أستاذتكم طلبت منكم أن تقدموا عرضاً شفوياً لما استفدتموا منه في مادة التربية الإسلامية، وذلك بغية مشاركة في حفل نهاية السنة. أما ما سوف تستندون عليه من أحاديث وآيات فهي كالتالي: يقول الله تعالى في سورة الأعلى الآيتين 1 و 2: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ويقول الله عز وجل في سورة الأعلى أيضا الآيتين 14 و 15: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أما فيما جاء في سيرة النبوية عن ابن هشام أنه قال: جاء على لسان أهل مكة يوم فتحها، أي حينما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة حينما اجتمعوا في المسجد، وقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. وهنا نصل إلى فقرة التعليمات التي أطلب منكم إنجازها. فانطلاقا من الآيات وقول أهل مكة ومما تعلمته سابقا في هذه السنة: أولا، استدل بآية تدل على أن المؤمن يكثر من ذكر ربه ويحافظ على صلاته. ثانيا، أذكر 3 من أسماء الله الحسنى وأبين معانيها. ثالثا، أبين الأخلاق العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلت قومه يقبلونه حكما فيما اختلفوا فيه. والسؤال الرابع والأخير هو: اشرح للحاضرين والحاضرات بأن المؤمن كله خير، وأقدم لهم أمثلة على ذلك. إذن أحبائي التلاميذ، سوف تعملون على إنجاز هذه التعليمات، ذلك من خلال إجابتكم على الأسئلة التي قرأتها عليكم في دفاتركم المخصصة للتعليم عن بعد، وفي الحصة القادمة سوف نقوم بتصحيحها. إذن أحبائي، كونوا على قدر من المسؤولية وأنجزوا ما طلب منكم. وفقكم الله إلى كل ما فيه خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.